عجبت لأربع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: عجبت لأربع، كيف يغفلون عن أربع؟ عجبت لمن ابتلي بغم، كيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله يقول بعدها: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عجبت لمن ابتلي بضر، كيف يغفل أن يناجي ربه ويقول: يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. عجبت لمن ابتلي بخوف، كيف يغفل أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يقول بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. عجبت لمن ابتلي بمكر الناس، كيف يغفل أن يقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله يقول بعدها: فوقاه الله سيئات ما مكروا. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يبصرون هذه الكنوز القرآنية ويعملون بها ويحفظونها في قلوبهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.